إذا بعد نهاية مباريات اليوم، المنتخب العراقي في الصدارة بفارق الأهداف عن المنتخب العماني، ثم المنتخب السعودي في المركز الثالث، ثم المنتخب اليمني في المركز الرابع. نقول مبروك حق العراق. نقول ألف ألف مبروك للعراق وشعب العراق ومنتخب العراق، وتحديدا بشكل أكبر وأكثر الجمهور اللي كان حاضر في المدرجات في ظل تحت الأجواء. الأمطار الغزيرة الحلبة الكبيرة. صحيح. هذه اللي كانت عليهم، ما وقفوا تشجيع، ما وقفوا حماس، ما وقفوا مؤازرة، بل إنهم تموا حتى آخر لحظة مع صافرة المباراة، افرحوا بفوز منتخبهم واشكروا لاعبينهم. مبروك نشأة أكرم، ألف ألف مبروك. محمد سويلم، الحمد لله، هارد لك. الحمد لله، هارد لك لأخواننا وأشقائنا السعوديين منتخب السعودي. شكرا. 65155، ألف ألف مبروك حاضرين في الملعب، حاضرين مو بس مباراة العراق، حتى مباراة اليمن ومباراة عمان كانوا موجودين يشجعون ويأزرون وأضافوا جمالية للبطولة وللمباراة. ست ساعات جو المطر، ست ساعات من ممكن تتعرض أنه تتمرض، ممكن تتعرض كل شيء يصير لك، الملعب وأجواء الملعب. أنا متأكد أنه العراق في وقت المباراة سوى شدان. ألف مبروك للشعب العراقي، ألف مبروك للجماهير العراقية، أخواننا وأبائنا وأهلنا السياسيين. الشعب يتوحد من خلال كرة القدم في 2007، وهذا يعني خير مثال. اليوم هاي لمتنا وجمعتنا، والحب اللي دا تشوفه بالمجلس وبرا المجلس كله طالع من القلب فيصل للقلب. اهتموا بالرياضة، اهتموا بالرياضة، اهتموا بكرة القدم. الله يوفقنا والله يوفق المنتخب، وأني شميت ريحة بطولة. يا سلام يا سلام. نقول مبروك، نقول مبروك. بجيك بس ملاحظة صغيرة. ملاحظة. الآن الجمهور بيطلع بيحتفل، حقكم تحتفلون تفرحون، ولكن السرعة مطلوب أن ما نسرع، حزام الأمان، أرجو عدم استخدام الأسلحة النارية في الاحتفالات. أنت إنسان فنان وتعرف تمسك سلاحك، لكن ما تدري أي رصاصة طائشة تدمر فرحتك وتدمر فرحة الناس اللي حولك. فلذلك نفرح باتزان، نفرح بسلام، وكل يرجع، لأن كلنا ترى ينتظرونكم، أهاليكم ينتظرونكم في بيوتكم. تفضل. أول شيء خالد نقول مبروك للمنتخب العراقي، فوز مستحق الصراحة، وأداء على مدار الشوطين الصراحة أداء جدا ممتاز. نفس العملية، نفس الرقبة، نفس الحافز الموجود بالنسبة للفريق للفوز، نفس التركيز في على مدار 90 دقيقة صراحة في أرض الملعب. كذلك حتى مدرب المنتخب العراقي كان واقف على المباراة بالتغييرات الموجودة في المباراة، قدرنا يسجل هدف في الشوط الأول وقدرنا يضيف هدف الشوط الثاني. الآن تقريبا شبه ضمن للمنتخب العراقي أن يكون متأهل للدور القادم. راح تكون طبعا أقول بعد كذلك للمنتخب السعودي، نعم الظروف الجوية كانت مؤثرة بالنسبة للمنتخب، هي تكون مؤثرة للفريقين، لكن على المنتخب السعودي أكثر تأثيرا لأقل خبرة في وجود في أرض الملعب، وكيف عملية التعامل كانت في أجواء المطر، لأن الجميع انتقد عملية التعامل بالباصات القصيرة اللي هي غير مجدية في مباراة في ظل ظروف أمطار مثل هذه الأجواء. والمدرب الصراحة ما أعطى الإعاز إلا متأخر جدا الصراحة بالنسبة للمنتخب السعودي على لعب الكرات في المساحة واللعب الكرات الطويلة، كان متأخر جدا إلى يعني أعطت المجال بالنسبة للمنتخب العراقي أن يتسيد المباراة الصراحة، وتكون هناك أفضلية. والدليل حتى الفرص الموجودة بالنسبة للمنتخب السعودي في المباراة، لم تكن موجودة فرص خطرة لعملية التسجيل. طبعا أقول هاردك وحظ اوفر المنتخب السعودي في مباراتك، هناك مباراه فاصله طبعا راح تكون ما بين المنتخب السعودي والمنتخب العماني في تحديد الهويه طبعا، لاتوقع للفريق للفرق اللي بتكون من يوصل في المجموعه الاول والثاني. ومبروك للعراق، مبروك لجمهور
الصراحة اللي قدر يتواصل في ظل الأجواء هذه والأمطار الصراحة القزيرة أن يكون في أرض الملعب متواجد بهذا العدد وبهذه القيمة وبهذه المعازرة، هم لهم الدور الكبير كذلك المساندة في رفع المعنوية في رفع الروح القتالية الموجودة بالنسبة للمنتخب العراق. مبروك العراق، حظ أوفر المنتخب السعودي. مايد مبروك للعراق. بس اسمح لي، مسيرة عراقية الآن في كرنيش شط البحر تحت العرب تحت المطر تحت المطر. هارد لك للأشقاء السعوديين، قدموا مباراة أيضا جيدة الأخوة السعوديين، ولكن واضح الرغبة والروح القتالية والإصرار من بداية الشوط الأول رايح اتجاه العراق. حقيقة أيضا تألقوا يعني رغم المطر، لكن هناك في لاعبين تألقين ذكرناهم بالأخص حسن عبد الكريم، طايش غرقام اللي سجل الهدف الثاني متابعة جيدة منه ووضعها في المرمى بشكل جيد. الفريق العراقي واضح أنه إمكانياته كبيرة جدا، وواضح أنه رايح للمنافسة. أيضا عنده أعتقد ممكن تكون مباراة أقل صعوبة من مباراة عمان والسعودية وهو الفريق اليمني، يكفي ممكن التعادل ويتأهل. يعني هو الآن الأول في أول مجموعة مصدر حتى اللحظة. الفريق العراقي يعني والشوط الثاني ما شفنا كره ممتعه، لان المطر حقيقه ارضيه الملعب ما تسمح لتنقل الكره بحريه او اللاعبين يثرون امكانياتهم، لذلك اعتمدوا الفريق على الكره الطوليه. يذكرونا بالكره الانجليزيه الطوليه دائما، اللي يتعامل مع المطر صح هو الاقوى بدنيا، الاقوى حسن التصرف عنده اهم من الامور الاخرى وتكتيكيه. اتمنى ايضا خالد اليوم ان الملعب الثاني على الاقل ملعب الميناء يعني المسؤوليه تداركونه من الان، يتم تغطيته لبكره يكون جاهز، لان اذا تشبع بالمطر ايضا بيكون صعب لمباراتين بكره عليه، فيجب تغطيته من الليله. بكره يكون في ملعب اي، بس لازم الان يغطون الملعب عشان ما تزيد عليه كميه الامطار. نعم، يغطى بقطع بلاستيكي او حاجه، لان الامطار بتستمر ثلاث ايام. نعم، اذا الملعب لازم اليوم يتغطى الصراحه من الليله، اذا مش من العصر عصر اليوم يعني. مبروك، ما عندنا الا نقول مبروك للعراق، حققوا المطلوب. شكرا للجماهير هذه السعاده والتشجيع، ويستاهلون الفرحه ان شاء الله. نعتقد العراق فايز سواء في هذه المباراه او فايز بالتنظيم حقه. حسن البلوشي تفضل. طبعا انتهت المباراة الثانية من المجموعة الأولى بعد فوز المنتخب العراقي على المنتخب السعودي 2-0. يمكن تشوفون الجماهير كلها متجمعة وفرحانة في ملعب البصرة الدولي بعد فوز اسود الرافدين. اليوم شو اللي حاب تقوله بعد هذا الفوز؟ والله الفوز كله جميل ويخبل، ولعبوا منتخبنا العراق يعني بدعوا كل شاء الله شاهد. ايوه سعود وينه؟ قزر وينه؟ تشوف قزر وينه؟ قزر وينه؟ سعود وينه؟ قزر وينه؟ سعود وينه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وانا خليني احكي مباشر. كسرنا عينه يا ولد، عيب 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 حبيبي. نشكر إذاعة الكاس على وجهات أهلنا ومشكورين، والله العظيم لعب حلو، وإن شاء الله إحنا ما حد يفرقنا وكلنا إحنا فريق واحد فريق واحد إحنا اليوم الفرحة. بس خلونا نشوف الشاشة، ما قاعدين يشوفوكم. بسم الله الرحمن الرحيم، أن تنصر الله ينصركم، هذا النصر المبين في الأرض العراقية. مبروك لمنتخبنا العراقي، وهارزك للمنتخب السعودي، وإن شاء الله التوفيق لهم في قادم المباريات. بالروح بالدم نفديك يا عراق، إن شاء الله دوم فوز، إن شاء الله دوم فوز، البصرة عالمية. شو حاب تقول اليوم بعد الفوز؟ شو حاب تقول بعد الفوز؟ مبروك للعراق، مبروك للعراق، مبروك للعراق. هذه الأجواء الجميلة هنا من ملعب البصرة دولي، طبعا الجماهير كلها فرحانة، ما نقدر نلومها لأنها رسمت لوحة جميلة في خليجي 25 في البصرة. هذا اللي عندنا، وراح تكون لنا وقفات ثانية، نرجع لكم مرة ثانية من الاستديو. هي الجماهير العراقية الغير وبصوتهم وبحماسهم، ما ممكن تحضر مقدمات وما ممكن تقولهم أشياء، لأن صوتهم وجمهورهم غير. في العراق كل شيء ممكن، في العراق كل شيء جميل، في العراق كل شيء رائع.
أناشد منتخب الوطني ألف ألف مبروك، وناشد عدنان ترجال على قوزي. تبي قوزي؟ قوزي أريد قوزي. وسمع عنه، كسرنا عنه السعودي وانو، كسرنا عنه السعودي وانو، كسرنا عنه السعودي. حبيبي جميع الدول الخليجيه، وان شاء الله اراكم بكم تحياتنا خاصه ان شاء الله. على اللبن والرابع والشاكة العطابة، يا حبيبي يا حبيبي، على اللبن والرابع والشاكة العطابة وجابكم عطابه يبلعنا يخصمينا لن يبلعنا خصمينا لن يبلعنا خصمينا لن يبلعنا خصمينا. محمد سويلم نقول لكم هاردك، لكن والله في قتال من اللاعبين رغم الامطار الكثيره والغزيره، لعبوا حتى اخر لحظه، واحنا دائما نقول في كره القدم العب وادي اللي عليك الباقي على الله سبحانه وتعالى. بكل تاكيد أول شيء خالد نقول مبروك للعراق الأرض والإنسان، ويستاهلون الفوز بعد، يستاهلون البطولة. أنا بس ودي قبل أني أبدأ خالد بس أرجع على كلمة الجماهير، إحنا نفرح معاهم، ممكن أنت تقول أي عبارة أخرى تمس نجم أو أي أحد، لكن لا تمس الدول. المملكة العربية السعودية في اليوم هدفها الأساسي مو تحقيق البطولة، هو نجاح البطولة في العراق. هدفها الأساسي أن تشوف فعلا أن العراق يعود إلى حضن الخليج، وهذا هو الهدف الأساسي عندنا. أرجع إلى مسألة المباراة، بكل تأكيد خالد أنا أروح معك في فعلا اللاعبين حقيقة في مثل الأجواء اليوم لا يمكن أن تلقي اللائمة على أي لاعب. الأجواء اليوم ما ساعدتنا، اللي تفوق من خلال العراق أنا لا أصادر حقه، ولكن ما تفوق فيه هي القوة البدنية الشراسة والتجربة والخبرة. أنت تتكلم عن منتخب موجود من فترة زمنية طويلة، وتتكلم عن منتخب محضر في 3 أيام، بالتالي هذه مهم مبررات. لكن أنا متأكد لو كانت الأجواء موجودة بشكل طبيعي اللاعب السعودي يتميز بالمهارة والسرعة، وكان ممكن نشوف حضور بشكل أفضل. أقول حقيقة عندنا مكسب كبير جدا اليوم من هذه العناصر الموجودة، وعلى وجه الخصوص نواف العقيدي، أنا في اعتقادي هو مكسب للكرة السعودية. مثل هذه المكتسبات خالد يجب أن نحافظ عليها وأن ندعمها. مثل هذا اللقاء اللي حصل اليوم أنا أقول بيض الله وجيكم، أديتوا اللي عليكم، تحسن وضع الفريق من خلال التبديلات، وعزز يعني بث فيها روح الحماس داخل الملعب من خلال التبديلات. ولكن دائما احنا قلنا الكورة الثابتة حتكون هي عنصر فارق يتفوق من خلالها المنتخب العراقي، وفعلا استطاع أن يسجل الهدف الثاني. أنا أقول على الجميع إذا كنتم تتكلمون أو تنظرون إلى بطولة الخليج، والله العظيم والله العظيم يا هذا الشعب وهذا الجمهور مو يستحق بطولة واحدة، يستحق بطولات. كثر الله خيركم. فعلا حضوره في قمة الروعة، اليوم المطر من الصباح وهو موجود في كل المباراتين. اليوم أغلب المنتخبات الخليجية جماهيرها مين موجودة، ولكن جمهور المنتخب العراقي هو موجود مع كل المنتخبات، وهذا اللي فعلا إحنا لمسناه وتعايشنا معه وشفناه، وفعلا اليوم يجب أن نذكره وأن نشكره. يعطيكم العافية ومبروك نشأت، وايضا مبروك النور، وايضا يونس محمود لانكم فعلا سفراء العراق معنا في الاستديو التحليلي. الله يحفظك والله يستاهل اللمه والجمعه يا ربي، وهذه يعني هاي انا قلت البارحه هاي اللمه والجمعه تسوى الدنيا. صحيح. والجمهور هو نجم البطوله حقيقه، الكل فرحان، الكل فرحان بكم، الكل فرحان بكم، والكل متونس ومستانس وفرحان، وشوف هذا يعني ملموس، شيء ملموس يعني جو المطر 6 ساعات 7 ساعات هاي يعني ملموس على فكره، الامر هذا ملموس يعني احنا نشوفه وشاعرين فيه، واحنا شفنا سويلم، احنا حتى يعني ممكن اذا واحد نفر نفرين ممكن انه يتكلم، هو مو قصده الاساءه، مو قصده انه يقلل من قيمه المملكه، المملكه اكيد المملكه يعني هي خيمه فوق الـ فوق الـ فوق الكل، واحنا هسه شفنا حتى في المباراه شاهدنا اعلام الاعلام المملكه واعلام قطر واعلام عمان واعلام كل الدول، وهذا شعار كان
قبل لا تبدي البطولة. إنه دورنا فقط التثقيف نشأت، إحنا ما ننتقدهم الآن، فقط إنه بس صحح معلومة فقط. وما أنا نعم. ما تكلمت على المنتخب السعودي صراحة، لأنه أنا بس بدي أتكلم على الفرحة وعلى الفوز وعلى هذه، لكنه ما يمنع إنه المنتخب السعودي اليوم منتخب مميز، منتخب قاتل في المباراة. المباراة لا تخضع للأمور الفنية ولا الأمور التكتيكية، خرجت عن الأمور الفنية والتكتيكية. وأنا قلت ذكرت لكم في الشوط الأول، قلت لكم هاي المباراة لو تنعاد 5 مرات السعودية ما راح يغلب إلا بحالة واحدة، إنه يقابل المنتخب العراقي بنفس الروح بنفس القتال نفس الأسلوب الأسلوب مع الجمهور. لأنه أنا أعرف نفسي وأنا أعرف لاعبيني، اليوم الجمهور اللي كان موجود في المباراة هو من تحكم باللاعبين، هو من قدر يعمل كنترول على اللاعبين. وأنا قلت البارحة أحمد الرواس كان موجود هنا، أنا قال الجمهور والكذا، قلت له لا، جمهور اللي حضر بالافتتاح غير الجمهور اللي راح يحضر اليوم، وهذا ما شاهدناه اليوم. كان يهتف من بداية المباراة إلى نهاية المباراة، مو فقط في مباراة العراق، حتى في مباراة عمان واليمن كان يشجع اليمن وكان يشجع عمان. أحسنت. نعم. اليوم ميزة المنتخب العراقي هو تميز بعدة أشياء اللي كانت اللي غايبة عنه في المباراة الأولى، اللي هي التحرر من الضغوط. الضغوط اللي كانت موجودة في الافتتاح هي اختفت. اليوم شفنا روح القتالية على كل كرة، وتعامل مع الأجواء والأرضية الملعب بطريقة احترافية جدا. هذا اللي خلى أعطى الميزة ويتفوق على المنتخب السعودي. للأسف المنتخب السعودي الأسلوب اللي يلعب فيه لا يناسب في هذه الظروف، كان يجب عليه بتغيير. صعب أنه يغير أسلوب تعود عليه المنتخب مع المدرب. هناك بينت الفوارق بالنسبة للخبرة بالتعامل مع هذه المباراة، سواء المنتخب العراقي شفناه تفوق، والمنتخب السعودي لم يستطع بالتعامل مع هذه الظروف. وهذا الفوز للمنتخب العراقي نقول له نحن مبروك وهارد لك منتخب سعودي، هذا حلاوة البطولة. اليوم أصبحت 3 فرق هي مرشحة للصعود. اليوم بنسبة أكثر من 70% المنتخب العراقي هو راح يتصدر المجموعة، فبتكون المباراة القادمة بين المنتخب العماني والمنتخب السعودي هي حاسمة بالنسبة للبطاقة الثانية. ونتمنى التوفيق للفريقين. ونحن شفنا أن هذه المباراة أثبتت أن كل مباراة تجي يعني أفضل عن المباراة السابقة، شفنا أشياء فيها، ونحن هذه الإثارة اللي نحن نتمناها تكون حاضرة بين المنتخبات. فلذلك على ما أعتقد هو المنتخب العراقي يستحق، وعطفا على الأداء، ويعتبر الجمهور العراقي هو نجم البطولة حاليا. سمان كلمت؟ ما تكلمت؟ نعم. جمال. أول شيء في البداية نبارك لفريق منتخب العراق، فريق وجمهور وأرض وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة. صراحة أتفق مع أبو عبد الرحمن، الجمهور العراقي يستحق أكثر من فوز في مباراة. وفي نفس الوقت أشيد بالفريق السعودي، يعني اللي حاضرين في هذا التحدي بهذه المجموعة من اللاعبين، قدموا مباراة جيدة. يمكن المباراة طلعت عن الظروف أو المناخية الفنية. اليوم المباراة اعتمدت أكثر شيء على القوة، اعتمدت على الخبرة، اعتمدت على الذكاء في التعامل مع أحداث المباراة، لأن هناك عنصر إضافي بالإضافة للقوة البدنية والمهارية. هناك عملية الملعب، وشفنا الملعب كيف غرقان في الشوط الثاني. حاول المنتخب السعودي في الشوط الثاني أن يعود، حاول الكابتن سعد الشهري أن يدفع بعض العناصر لتدعيم أوراق الهجومية، لكن بالنسبة حق المنتخب العراقي عرف كيف يفوز في المباراة. فعلا طبعا هارد لك المنتخب السعودي الشقيق، هارد لك محمد سويلم. أعتقد فريق شاب، ما زالت الفرصة قائمة بالنسبة للمنتخب السعودي في التأهل عبر المباراة الأخيرة مع منتخب عمان. مباراة صعبة على الفريقين في كل الأحوال. بالنسبة للعراق اللي أريد أقوله، روح، رغبة، شجاعة، انضباط، هوية مدعومة بجمهور راقي مؤازر، عكس اللي خلي مثل ما قال نشأت في المباراة الأولى اللي شفنا جمهور حاضر للافتتاح. لا، شفنا اليوم جمهور مستمر في المؤازرة وفي التشجيع، وهذا مهم جدا من أنجاح البطولة، من أجل إتمام المهمة حصد البطولة المنتخب العراقي. ألف مبروك لكل شاب وشابة، طفل وطفلة، كبير صغير، كل أمهاتنا آبائنا في العراق، كل بيت في العراق على هذا التميز في الاستضافة، وحق ايضا تقديم هذا المستوى الكبير. شكرا فنيا لك. لما فنيا، بس اخر نقطه، فنيا مهم جدا حتى وان وجد خلل في اي فريق، كل هذا الخلل يتلاشى مع وجود الحماس والرغبه والاصرار على تقديم مستوى جيد. لذلك ممكن نحن ما شفنا اي خلل في ظل ظرف استثنائي في المباراه،
الفريق حتى العراقي وضح بشكل كبير خالد وضح بشكل كبير الفريق العراقي انه حتى على مساله الجو التعامل مع ظروف الماي المتراكم في الملعب ايضا تعامل مع المباراه بشكل فني جدا عالي. خالد مبروك لمنتخب العراق، هارد لك منتخب السعوديه. انا في اعتقادي مختصر يعني انه ما شاهدنا يعني امور فنيه كثيره، لكن شاهدنا منتخب العراق قدر انه يتكيف مع الظروف على ارضه بين جمهوره، واصل عطاه بنفس الفلسفه في الشوط الاول والشوط الثاني، وقدر يسيطر على المباراه واحرز في الاخير هدف ثاني. المنتخب السعودي ما ينام، فريق شاب حاول بقدر الامكان، كانت روحه عاليه طول 90 دقيقه، لكن ما قدر يواكب الظروف ولا شراسه واندفاع المنتخب العراقي. هذا مختصر المباراه، لا توجد فيها كثير الامور الفنيه. علاء مبروك للمنتخب العراقي، مبروك كابتن تشات. هارد لك كابتن محمد. الحمد لله. معليش، مباراة خرجت عن الظروف، خرجت عن أجواء المباراة، وبالنسبة لنا هي أمطار خير على العراق وأمطار خير على المنتخب في هذه المباراة. ظروف المباراة خرجت يعني لا تخدم المنتخب السعودي على طريقة لعب أو ستايل اللاعبين الموجودين معه، حاولوا تغييرها في الشوط الثاني لكن ما تعلموا في فترة زمنية طويلة أن يتغير بيوم وليلة، فهذا من المستحيل ومن الصعب. المنتخب العراقي عنده لاعبين خبرة استطاعوا إخراج الكرة من أرضية ملعبهم بطريقة سلسة الى ملعب المنتخب السعودي، واستغلوا الفرص من الكرات الثابته، وما هو الذي تكلمنا عليه في السابق ان الهدف لن ياتي الا بكره ثابته.